السلام عليكم. دلوقتي احنا معانا مبادرة نجوم المستقبل وناشئين مصر مواليد 2003 في دوري القطاعات. اسم ناشئين مصر مش هو اللي موجود في جدول المسابقة، اللي موجود في جدول المسابقة اسم بركة الحج. بركة الحج هو اسم يعني دلوقتي السائد دلوقتي في البطولات، ان في حد ممكن يشتري اسمه ويشتغل ويلعب بيه وكده، القصة معروفة يعني. فهم منظومة محترمة جدا اللي هي منظومة ناشئين مصر، عندهم مدربين كويسين، كابتن مصطفى حديدة عامل شغل كويس قبل كده في السنين اللي فاتت في النادي الداخلية، وفي إداريين على أعلى مستوى، كابتن زيزو كده. منظومة عملوا شغل كويس، لموا لعيبة اشتغل عليهم في إمكانيات كويسة، بدليل إن هم صعدوا قطاعات لمواليد 2003. فإحنا هنشوف دلوقتي مباراة ناشئين مصر ونجوم المستقبل على ملعب النجوم 2003 في القطاعات. دي فرقة ناشئين مصر، لعيبة شكلها كويس، كابتن مصطفى حديدة. فرقة النجوم دي طبعا ده ملعب نجوم المستقبل. الراجل هنا استخلص وورط زميله، يعني انا استخلصت الكوره وبعدين حطيت الكوره لزميلي وعملت له مشكله، ان أنا لازم انا اشتغل، ان اشتغل كويس واشغل زميلي كويس، ما احطش زميلي في وضع ان هو يفقد الكوره، يبقى انا ما عملتش حاجه، يبقى انا اللي فقدت الكوره مش زميلي اللي فقد الكوره، لان انا ورطته في الموقف ده. ده اللي حصل في اللعبه اللي فاتت، عايز ابص عليها تاني. الراجل اشتغل هنا كويس وانا حط زميله وهو شايف، او ممكن يكون ما لمحوش، يعني احنا لازم ان احنا نكون عندنا ايه تركيز. هنا في تغطية كويسة قوي، المسافة هنا كبيرة قوي، يعني الراجل هنا استلم ووقف وبص ولعب، يعني المفروض اي حد، الراجل دوت اقرب واحد ليه، يعني لما نرجع باللعبة هنا اللعبة هتتلعب له دلوقتي، الراجل وقف واستريح ولعب، والراجل هنا طلع ومحدش طلع معاه، فلازم الديفنس يكون واعي لحاجة زي كده. عنده مشكلة، الكرة بتجيله بيستلم كويس بيبدأ يلف وهو مش عارف هيشتغل ازاي، فلازم انا اكون محضر عشان اقدر اعرف انا هعمل ايه، عشان انا كل مرة بعمل مشكلة لفرقتي. استخلص كويس هنا، انا بس عايز اقف في دي، شايفين الراجل اللي هناك ده؟ يعني هو لعبها، بس هو لعبها بشكل مش تمام. هو لو كان حط للراجل ده، حط قوة وراحت في اتجاه الراجل دوت كده، كان عمل مشكلة على فرقة النجوم، وكان هدد مرمى النجوم، وكان خد السبق وخد الثقة ووقف فرقته على رجليها في بداية المباراة بلعبة زي دي. هو بص كمان، بس في الآخر شوف حطها ازاي؟ لازم تكون رايحة صريحة في اتجاه الزميل، هي لعبة معروفة، بس الراجل ده كل مرة بيغطي كويس. هايل، هو الراجل اللي بيقطع كل مرة، تمام مفيهاش حاجة فعلا. طيب هو هنا الراجل ده هيلعب لمين؟ طيب الناس دي متأخرة، هنرجع تاني. بص يا جماعة، هو حط اتأخروا جدا، هو الراجل عمل لهم مشكلة، في الآخر لعبها أي حاجة، مش لعبها أي حاجة، لعبها في اتجاه أي حد. طبعا هي ما كملتش لأن هي أكيد ما حصلش فيها حاجة.
تغطية كويسة، بس هنا أنا لازم أرجع هنا عشان الراجل السيرد باك هنا كرة معمولة، لازم السيرد باك ياخد من أعلى نقطة. الراجل استلم، دي كانت المشكلة، زميله هو اللي خلص الموضوع. الراجل بتاع ناحية الشمال بتاع النجوم عمل شغل كويس، وكان بياخد منهم فاولات وكان بيعمل عليهم شغل كويس قوي. هنشوف كده لقطة، شفتش اللي فاتت؟ هو خد الفاول هنا، كان ممكن ياخد من اعلى نقطة ستة. دوت هي اللعبة معروفة، بيلعبوا الستة هنا وبيعمل الطويل هناك او بيعمل على الطرف. الراجل خد خطوة واستخلص، تمام. هنا البصة بتعجبني، يعني اللعيب بصت عينيه، رفعت عينيه. انا ليه بعمل سلو موشن في وقت معين؟ ان انا اوضح تفكير اللاعب في اللحظة دي، فكر في ايه واشتغل ازاي. حط لزميله بالظبط نفس القصة هنا. معلش انا هرجع قبل ما تيجي للراجل. بصوا يا جماعة، السيرد باك هنا ما خدش الخطوة، ما خدش الخطوة، يعني ممكن الفيرود يخلص في اي وقت. هنشوفها اهو اهو. الراجل ده لو مركز هيخلص الكرة دي. طبعا النجوم بتستخلص بسرعة وبيبدأوا اللعب بسرعة. وفي حاجة أنا عايز أقولها، النهاردة أنت بتلعب دوري قطاعات، النهاردة أنت الفرقة ناشئين مصر ديت، أنا متأكد إن هي أول مرة تلعب في دوري القطاعات، ده إنجاز يعتبر ليهم، فمش قادرين يخشوا الجيم، مش قادرين يخشوا الجيم. أعتقد في الشوط الثاني هنشوف شغل كويس ليهم، إنما هو كل تركيزهم إن هم ما يفقدوش الكورة، بس بيفقدوها. بيبقى تركيزهم أعلى إن هم يجيبوها من إن هم يبدأوا هجمة ويشتغلوا. في الشوط الثاني هم بدأوا ياخدوا الثقة ديت وبدأوا يشتغلوا. فهم مجهود يشكر عليه فعلا، يعني فرقة نجوم فرقة تقيلة، فرقة محترمة، فرقة بتتمرن في الأسبوع 5 أيام، فرقة موجودة إقامة كاملة في النادي. أنت فرقة ناشئين مصر لسه ممكن يكونوا متجمعين بقالهم سنة ولا اتنين وعاملين الشغل دوت، فلازم أراعي الحتة دي ولازم أنوه عليها. هنا بدأ السيرد باك ياخد من أعلى نقطة. الراجل هنا قافل المنطقة دي كويس قوي، تمام. الاستخلاص دوت، الراجل ده كويس، الراجل ده كويس، عنده قلب. شايفين رجع واستخلص. ده ماشي في شارع لوحده، محدش بيقول له انت رايح فين. لازم انا يكون الضغط بوعي، لان هو لو ضغط وعمل مشكله هيعمل مخالفه على فرقته بالنسبه لناشئين مصر، ممكن يتسبب في هدف. فالراجل هنا ماشي وبيلف وبيعدل نفسه وبيشتغل ومفيش حد قادر يضايقه، وفي الاخر لعب على الطرف. الحاجات دي كلها ممكن تبقى جوال على ناشئين مصر. الراجل ده لو مركز هيخلص. فالديفوهات دي والتمركز بتاع الديفنس مهم جدا جدا، ان انا لما اشوف نفسي في المواقف دي كخط الظهر بتاع ناشئين مصر، ان انا لازم اتعلم اكون متمركز ازاي علشان ما يبقاش هنا زاويه التمرير مفتوحه للمرمى. الراجل هنا راح وحط بره، والراجل هنا مش مركز. ده لو مركز كان يخلص الكوره دي. حارس كويس هنا طبعا، الراجل بتاع المستقبل ناحية الشمال ده عامل غراض هنا. كل ده عدم تركيز، كل ده عدم تركيز من الديفنس. هاي الراجل ناحية الشمال دوت بيروح بيغطي وبيستخلص. هنا 10 بدأ يرجع تاني بتاع ناشئين مصر، استنى كتير قوي هنا.
هنا ليه هو هنا ليه اتورط في دي برغم ان هو راجل سنده يعني كان ممكن يشتغل معاه، فالتأخير عمل مشكلة وضغط عليه. لازم اكون محضر، لازم اكون محضر. الراجل هنا راجع عامل تغطية هايلة، عطله شوية طبعا واستخلص ده كويس. هو السرد باك اللي بيعمل الطويلة هنا بدأوا ياخدوا من أعلى نقطة. إن الفيتوت بيحافظ على كورته كويس هنا، رقم 7 كويس. هو هنا لازم بقى الانتشار يكون أسرع. هنا ما فيش لناشئين مصر غير الراجل ده وموجود في وسط ثلاثة. طب هو الراجل ده هيشتغل ازاي؟ يا يفضل يقاوح فيها، يا يتخطف منه، يا يجيب منها اوت، يا يروح بيها ناحيه الكورنر ياخد بيها اي حاجه. فالاجهاد البدني عمل مشكله لفرقه ناشئين مصر، ان هو كان ممكن الزياده العدديه هنا كانوا ممكن يشتغلوا بشكل كويس. بس هنشوف ايه اللي حصل في اللعبه دي. هو خد لي بره وهيجرب. القرار ده سليم 100% ان هو عمل احسن تصرف في اللعبه، لان هو ما عندوش غير واحد بس كان ممكن يشتغل معاه ثلاثه، فياخد لبره ويجرب كانت ممكن تعمل، وهو راح بشكل كويس. هنا في تأخير، هنرجع شويه نشتغل. هنا في تأخير، هنا هتتلعب، هنا الراجل ده متأخر. لا لازم تتلعب. راحت لبره. انا طالما دخلت جوه فانا عملت مشكله. هنا الراجل ده نجوم المستقبل قطعه ودخل لجوه. صاحب المشكله اللي عملناها هنا، اللي عملها هنا في ناشئين مصر، الناس بتتمشى. هنا الناس بتتمشى من حظه طبعا ان هي طولت منه. طبعا بقت مشكلة هنا، اي حد هيشترك هيبقى فيه مشكلة، وهم اللي وصلوا نفسهم لكده. اوقات كتير اللعب بقتالية ممكن يجيب مشاكل. النهاردة لازم يكون في عندي توافق عضلي عصبي في الملعب، ان انا اقدر امتى ادافع وامتى اهاجم، وامتى ان انا يكون عنده تريث في 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 منطقة الجزاء عندي، عشان ما وصلش الموضوع للمرحلة ديت. في الكرة بتتنقل من رجل لرجل في ال 18 داخل جوه منطقة الجزاء، اي مشكلة هتسبب ان انا ضرب الجزاء على فرقتي. فلازم ان انا ما اوصلش الموضوع لكده. لازم دايما لو انا جبت اللعبة دي من اولها خالص، وهو الراجل بيتحرك بره منطقة الجزاء، معلش انا يعني انا اسف. من هنا لا هرجع سنة كمان. هو من هنا من هنا كانت خلصت مع الراجل ده. كان لازم ياخد خطوة ويقطع. فضل يلف ويخش بيهم جوه. بقى في هنا بقى عشوائية. العشوائية دي ممكن تكلفهم هدف، ممكن تكلف ناشئين مصر هدف. وطبعا النجوم هنا ما استغلوش الشغل دوت. هي نفس الكورة بس طبعا ما راحتش بقوة، خلت تروح بقوة أكتر من كده شوية. هنا 10 اللي بيستخلص ويمشي، بس دايما هو مش عارف هو هيعمل ايه، دايما هو مش عارف هو هيفنش الكرة ازاي. هنا الضغط من بره زي ما انا قلت، خلص الموضوع على طول. هو هنا انا لازم ارجع باللعبة ديت عشان اوريكم حاجة. اللي يشوف اللعبة دي بعد ما اتلعبت يقول عليها ان هي ملعوبة صح، لكن انا عملت سلو موشن وهي خارجة من رجله، باين عليها ان هي مش هتروح للزميل كويسه، مش هيلحقها. هي دي كان المفروض تبقى كده، ما تبقاش لبره كده. هو مطلعها
بيبوظ جزمته. الراجل ده قفل منطقته كويس، استخلص كويس، هنا هياخد فاول اكيد. تمام، انا بلعب فرقه تقيله زي فرقه نجوم المستقبل، انا كلاعب لازم يكون عندي مسؤوليه ان انا في الاخر بلعب على لعبه زي دي، ان انا لما يجي لي مخالفه في المنطقه دي لازم يكون تركيزي عالي ان انا اقدر اسجل، لان انا مش قادر اوصل بالكوره لفوق اللي عندهم. لما يجي لي واحده زي دي انا ممكن اخلص بيها الماتش، ممكن اخلص وابدا اشتغل دفاعي وابدا اقفل دنيتي هنا بكل سهوله ضيعتها. فدي طبعا يعني لازم التركيز فيها. اي لاعب يوقف على المنطقه ويشتغل لازم يكون عنده مسؤوليه كبيره. لازم هنا اطلع، ما فيهاش ان انا اتعدي مني ابدا. ازاي هنا؟ ازاي انا كمدافع اترأس ترقيصة ديت وضغط بوشه في المرمى؟ كل دي جوال هايل. هنا الهراز دي جول دي طبعا هنا ما حصلش، هنرجع بيها طبعا. هو المصور نام فيها شوية. ها تمركز هنا، الناس فاضية، ثلاثة المدافعين في ظهر المهاجمين، والناس دي هتشتغل دلوقتي وهتجي هتسجل. مشكلة كبيرة طبعا. الهدف طبعا مسؤولية الديفنس، مفيهاش كلام. تمام التغطية هنا، الناس بتستلم في أي في بكل سهولة جدا في منطقة جزاء ناشئين مصر. لازم هنا اكون انا واخده في صدري اللعبه دي، انا لازم اكون واخده في صدري لبره. انا هنا يعني لو انا واخده في صدري وهو وشه للمرمى هو يخلص، لازم اكون واخده لبره، واخده لبره عشان اقدر ان انا اخد خطوه قدامه واخد الكوره. انما هنا هو راجل استلم وخرجني بره اللعبه. طبيعي طبعا، طبيعي طبعا. الراجل سبق وعمل لبره، هنا دول واقفين والراجل هنا لوحده، اتنين مساكين هنا وفي واحد تالت اهو. يعني هو سجل في وسط اربع لعيبه من ناشئين مصر. هما كانوا حارسينه، يعني هما كده في حرس ليه، محدش حتى جه ناحيته. باينة قوي قوي، اسيست هايل هنا، هتتحط هنا طبعا. الراجل دوت بتاع نجوم المستقبل لو كان واخد قرار الستارت بدري شوية كانت خلصت، انما هو الحارس طلع في وقت كويس. الراجل كان ممكن يحطها في نفسه، يعني الاستخلاص يعني كان لازم يبقى بقوة لبره شوية. هو هنا الراجل ده هو عنده فدائية وكل حاجة، بس احنا يعني خلاص بقى الموضوع بيتورط لوحده، بيبقى ما قدموش حل غير ان هو ياخد فاول يزقها في رجل الراجل، مفيش مسندات او مفيش حد بيفتح زاوية التمرير عشان انا الراجل استلم
ابدا افتح له زاويه التمرير واشتغل زي ما اكون انا باخد نفسي وزميلي في ورطه وسايبه. هو اللي فاتت دي اللي فاتت دي معموله كروس تمام. الراجل ده ما حطش دماغه ليه؟ الحاجات دي زي ما انا قلت ممكن تيجي مره في مباراه وممكن تعدي في ثانيه او اتنين، بس لما احنا نعمل عليها سبوت ونبص عليها هو ده كان ممكن يخلص. دي جات له تاني، جات له تاني وعملها بشكل غريب جدا. المفروض سهلة طبعا ما تقعش من ايد الحارس هنا. اتنين ده بدأ يقفل منطقته كويس قوي. اي حاجة طبعا اي حاجة عملت مشكلة عليه هنا. الراجل ده عمل مصيبة طبعا. في حاجات بتعدي في ثواني، لو احنا ما استفدناش منها من خلال الشغل هنا يبقى احنا هنغلط نفس الغلطات. الراجل هنا كان يقدر ان هو يسلم بسهولة او يعمل لونج باص للفيدر قدام ويبقى خلص ياخد نفسه لو عليه ضغط، انما انا اقعد افكر اكتر من تفكير تتقطع مني وتعمل بالشكل ده يبقى انا عملت مشكلة لفرقتي. ده عامل مشاكل، ده لعيب كويس قوي. بس اتنين هنا قافل منطقته كويس، واقف على رجله شغال كويس وبص ولعب للزميل تمام جدا. هنا كان ممكن يعمل ضرب الجزاء، بقى حاجة من اتنين، يعمل ضرب جزاء يسيبه يعدي. ففي مواقف انا بغلط نفسي فيها. هو هيشتغل صح ان شاء الله باذن الله. هو راجل مهور بيقول له حط لي قدام، بس يعني ايه كتر خيره ان هو برضه ايه هيحطها له في سكته. في فرق قوه طبعا، يعني سته ده يعني حاجه جامده يعني. هو طبعا انا ماليش علاقه بقصه لعيب كبير لعيب صغير لعيب مسنن لعيب مزور، انا في الاخر بتتكلم في اداء مباراه في اداء لعيبه وبنشوف شغلنا وحاجات تانية مش شغلي. هنا طبعا انا بعدت خالص بره الكوره، يعني عملت اعتراض للراجل بتاع نجوم المستقبل، لازم يكون اللعب على الكوره افضل. برضو اتنين بيستخلص كويس دلوقتي. هنا اللاعب بدأ من لمسة واحدة، تحس ان هما بدأوا يفوقوا بدأوا يخشوا في الجيم. طيب هو هنا يعني هيلعب ازاي؟ يعني انا بديله العذر الراجل دوت، احنا بنتفرج يعني احنا بنتفرج عليه، يعني زمايله بيتفرجوا عليه زي ما انا بتفرج دلوقتي مثلا. يعني كتر خيره والله. طبعا حاجة عملها بشكل رائع جدا الاسيست اللي فات دوت. حارس هنا كان المفروض يطلع بدري شوية ياخد من اعلى نقطة. الراجل موصله يعني في 6 يارد والسيرد باك موصل الراجل، يعني حتى ما ضايقوش هنا يعني استخلاص كويس. بدأت فرقة ناشئين المصري ياخدوا الثقة وبدأوا ان هم يروحوا. الحارس عامل شغل كويس، يعني الحارس كويس، بس انا ساعات اوقات حسيت يعني ان هو سنة فيه يعني في سنة عشوائية. يعني هو عنده المهارة، مهارة حارس المرمى وكل حاجة، بس يتهيألي ان هو عنده احسن من كده فنيا، يعني انه يشتغل فنيا اعلى من كده.
لان انا في اوقات بشوفها يعني في التراي وكده، بحس ان هو ممكن هيتصاب لما يقع، فحاسس ان هو عنده محتاج فنيا ومرونه اعلى شويه، وهيبقى عالي جدا الحارس ده. الراجل طالع واخد خطوة وقاطع دماغه في قوة، مجرد ان حطيت على صدري وخلاص. يعني انا ما ينفعش، لازم يكون عندي القوة ان انا اكمل وما اعتمدش ان انا هاخد فاول. لازم يكون من الراجل ده عنده توقع ان هو هياخد لبره، ما اعتمدش ان هو هياخد لبره وهيشوط بقت مش بتاعتي، لان هو هنا ممكن يحصل تسجيل، لو راحت هناك بقت جول. تمام، هنا هاي هنا الحارس رايح معاها، كويس. ضغط هنا من 17، بس الراجل استخلص بشكل كويس، بس هنا طبعا هيبقى في مشكلة مش هيعرف يحلها. كان بدأوا هنا يشتغلوا على طول وان باس، شكلهم كويس في اللعبة ديت، بس هنا الفينيشنج طبعا لازم يكون أفضل من كده، لأن دي حاجات ما بتجيلناش كتير. تمام، طبعا هدف رائع جدا. 8 ده ليه نسبة 60% من الهدف بالوان باص، اللي هو الوان تاتش اللي هو عمله. هنشوف تاني، آسف، رقم 9 8، معلش الأرقام شوية مش عارف، إنما اللعبة اتعملت 3 لمسات وصل للمرمى. الراجل اللاعب الاول للراجل دوت للراجل ده، التسجيل هنا بشكل ممتاز ان هو حطها في اقصى حته في المرمى. دي كانت ممكن تخلص طبعا. طبعا فرقه ناشئين مصر دخلوا الجيم، هم دخلوا الجيم متاخر شويه، بس بقى شكلهم احسن، بقى شكلهم افضل، بداوا ياخدوا خبرات، واقفين على رجليهم ما وقعوش. هنا كان ممكن ياخد القريبة ويسجل برضو. الكرة اللي فاتت ان هو كان ممكن ياخد القريبة ويسجل، الحاجات دي بتعلي فرقة على فرقة، الحاجات دي بتعلي لاعب على لاعب، ان انا بستخلص من نص فرصة ان انا ممكن اسجل لفرقتي. يعني الراجل على قد ما قدر كتر خيره راح حط جسمه، طبعا الراجل التاني سبق بشوية بس حط جسمه معاه. لو هو كان سبق خن خد خن كويس، بطل الحارس راح معاها. الكورة اللي فاتت انا يعني هو ليا تحفظ على الراجل ده على طول. 10 ده 10 ده، ما انا ممكن احط في الفاضي. هو حاططها لجوه، هو لو حطها في بره كان 2 ده هيروح، لو حطها واحدة سهلة كان رقم 2 ده هيروح. وزي ما انا بقول دايما ان انا مش بتصيد اخطاء، ولكن ان انا بحاول ان انا احلل كل جزئية كل جزئية واعمل سبوت عليها ونشوف شغلنا كان في اللقطة ديت ازاي. تمام،
وخلص منها هنا طبعا. بشكركم شكرا جزيلا، بشكركم شكرا جزيلا. ناشئين مصر شغالين بخطة ثابتة، عملوا لعيبة، عملوا فرقة، طلعوا دوري قطاعات، اشتغلوا مع فرقة تقيلة زي نجوم المستقبل، عملوا مباراة جيدة.